إذن يعني إذن يعني هسه أنا راح من خلال يعني تحليلك الفني لأداء الحارسين والأهداف يمكن أن أقرأ إجمالا أن المنتخب الأرجنتيني يستحق هذا التقدم، لأنه الحارس لم يختبر يعني بجدية خلال الوقت. نعم، الفريق الأرجنتيني طبعا كان أسلوبه في بداية المباراة أسلوب هادئ، كان معطي واجبات لميسي انه عدم الرجوع للخلف، خليه محطه لفوق، وهذا ما حصل، انه قدر انه من تمريرتين يقدر انه الفريق الارجنتيني ان يحصل على هدف وعلى ضربه جزاء. وكذلك النظام اللي اتبعه اليوم في نظام النظام تقريبا 4-4-2 أعطى حرية للاعب يوليان اللي قام بمجهود إضافي عن نفسه وعن ميسي، كان يرجع للخلف ويندفع مع ميسي.